ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة الليتورجية الإلهية من كنيسة تجلي المخلص في البلد بعمان. وفي عظته قال سيادته: إننا نستعد لدخول زمن التريودي ومنه نحو الفصح والقيامة المقدسة، وعلينا أن نتخلى عن كبريائنا ومراكزنا الاجتماعية لنتقدم بتواضع واثقين بمحبته الشخصية لكل منا. اليوم المسيح أجا خصيصاً لريحة من أجل زكا، وتجول في شوارعها حتى يلتقي بزكا، وعشان هيك حكى له أسرع وانزل، يعني ما تأجل. وهون انتبهوا لهاي النقطة، التوبة ما بتتأجل. هاي الفرصة بالالتقاء للمسيح مش راح تجيك، رأساً لازم تستغلها. حكى له اسرع وانزل، تعال هلأ رأساً، أنا اليوم جاي عندك. قديش مهم إنه التوبة ما نأجلها، لأنه كتير مرات نحن عنا مرض التأجيل، إنه نأجل. وكتير مرات في حياتنا منضلنا نحكي يلا مش هلأ، بكرة، بعد ما أخلص المدرسة، بعد ما أخلص الجامعة، بعد ما أشتغل، بعد ما أتجوز، بعد ما يجوني الأولاد، بعد ما يصير أجوز أولادي، بعد وبعد وبعد. ودايماً منأجل ونحن نبرر. إنجيل اليوم بحكي لنا ما في أي تبرير إلك، عليك إنك تسرع حتى تلتقي بالمسيح، والمسيح رح يأمن لك كل شيء. وفي نهاية الخدمة سلم سيادته قدس الأب جورج خوري مهامه الرعائية مع الأيكونوموس بولس. عاون المطران في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين.